قديم الزمان وسالف العصر والأوان لحتى كان. هنا كانت البداية في هذا المكان الذي يعاد تشكيله في كل مرة ليحاكي لوحة مختلفة من لوحات الدراما السورية، حيث صورت العديد من الأعمال الدرامية السورية والأعمال الفنية المتنوعة لتنقل كاميراته المتعة إلى بيوت المشاهدين. إنه الاستوديو الداخلي في المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية الذي استطاع أن يجسد أبرز الأعمال الدرامية التي تركت بصمة لدى المشاهد السوري، سواء على صعيد البيئة المحلية أو نقل الواقع أو إنتاج القصص الخيالية. التلفزيون السوري أعطى قدسية للاستوديو الداخلي لأنه سهل التغيير بنوعية الديكورات بحسب طبيعة كل عمل فني لتزيد من رونق الأعمال الدرامية وتخدم المشهد الدرامي. بدأت الدراما تصور البعض من أعمالها منذ بداية التسعينات لتجسيد الكثير من الأعمال الدرامية المتنوعة الفنية، منها أو الاجتماعية أو التاريخية أو حتى الكوميدية، كمسلسل البركان وقصص كان يا مكان والعبابيد والخطوات الصعبة ويروي الرواة وغيرها الكثير. يبقى للاستوديو مكانة خاصة في ذاكرة التلفزيون السوري لأنه شريك البداية والنجاح.